هل ظلت أنواع جديدة من الموت لم يذقها العراقيون؟ ماتوا حرقا وقصفا، ماتوا جوعا وغرقا أيضا. في البلاد التي تحترم حكوماتها فيها نفسها، تتزامن مع أخبار الكوارث المرتبطة بتقصير الحكومة، تتزامن معها استقالتها من منصبها. لكن الأمر في العراق مختلف تماما. المسألة تبدو لدى المسؤولين الحكوميين عادية، فضحايا بينهم أطفال وأمهات. في الموصل غرق عبارة تحمل نحو 200 مواطن. نتابع. ما لا بس شبي راح وقف في مسؤول.